أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم، تقبل الله صيامكم وقيامكم. أما بعد، معذرة على هذا الوقت المتأخر، وربما رايحين نشغلكم شوية على عبادتكم، لكن إن شاء الله الأمر ما يكونش طويل. إن شاء الله الإخوة راهم يسمعوني. أريد في هذا البث أن أتطرق لبعض النقاط من باب التذاكر والتناصح والتعاون على الخير. كاين إخوة كثيرين يطلبوا مني باش نتدخل، وفي الحقيقة يعني احنا نتذاكر فقط، وإلا الحمد لله الآن الناس راها واعية، والتطورات والظروف المحيطة بالناس يعني كفيلة بأن تجعل الناس يفهموا شو صار. نبدأ هذه الجلسة الطيبة بالحديث عن الحراك الشعبي. كلنا فرحنا بهذا الحراك، كلنا نثمن هذا الحراك الشعبي السلمي الذي أصبح علامة إيجابية مميزة للشعب الجزائري وللجزائر التي بعثت من جديد من قلب المحرقة. كل الناس كانوا يتوقعوا باللي الجزائر حرقت الضربة نتاع 92، وما جاء بعدها من محرقة الفساد خلاص. يعني الناس، كثير من الناس، خاصة الناس اللي في الخارج، الناس اللي من برا، كانوا يعتقدوا باللي الجزائر كبر، يعني تم التكبير عليها أربعا. لكن الجزائر بعثت بهذا الحراك من قلب المحرقة، واللي يخلينا نفرح ونثمن هذا الحراك أنه بعث بعمقه الحضاري وبقوة سياسية شعبية يعني متحررة حتى من الطبقة السياسية ومن الأحزاب ومن غير ذلك. يعني الشعب الجزائري في هذا الحراك أثبت بأنه يعني عنده قوة سياسية. نفس الشيء حرص المواطنين الجزائريين على تبليغ أصواتهم الحرة يعني بقوة، والتعبير على إرادتهم في إقامة جزائر الشهداء، جزائر وفية لمقاومة هويتها الوطنية، ووفية لعهد تضحيات شهدائها الأبرار من الأحرار والحرائر. كذلك نسجل جميعا ارتياحنا للروح الوطنية والحس الحضاري والمدني الذي اتسمت به شعارات الحراك الشعبي في مجملها منذ انطلاق هذا الحراك يوم 22 فبراير. في الغالب الأعم، في الجملة، الشعارات كلها تعكس الروح الوطنية وال يعني الحس المدني والحضاري اللي يليق في الحقيقة بالشعب الجزائري. يا الشعب الجزائري فقط الظروف ما سمحتلوش، فقط عندما تسمح له الظروف
يبدع ويعني يحقق المعجزات كما قال كثير من قادة هذا الشعب هذا. أنا كنت نبهت من البداية إلى مقومات شرعية هذا الحركة وإلى شروط نجاحه، عبرت عليها في بث مباشر حتى قبل الحركة، يعني عبرت عليه في يوم 21 فبراير نهار قبل انطلاق أول مسيرة في الحركة، وقلت أن من ضرورات نجاحه هي وحدة الهدف والاستمرار إلى غاية تحقيق جميع مطالب الحركة المشروع. حاب نوقف عند هذه القضية، وأنا ما زلت عند موقفي الأول إلى هذه اللحظة اللي راني نكلمكم فيها، لأنه لا شيء أبدا يمنع الحراك من الاستمرار بهذا الشكل حتى تتحقق مطالبه والمشروعه ما دام محافظ على السلمية نتاعه وعلى وحدة الهدف نتاعه وضابط الاتجاه نتاعه في اتجاه الهدف المطالب المشروعة نتاعه. مهما كانت رغم المؤامرات التي ما زالت تستهدف هذا الحركة المباركة، لماذا؟ لأن الفئة التي تعبر عن إرادة الشعب في الحراك الحقيقة هي الأغلبية من المشاركين في هذه الحركة، حتى ولو كان الأقلية ولا الفئة التي تريد أن تحرف الحراك أكثر تنظيما وأكثر خبثا وأقدر على الاستعراض ومدعم مالي وإعلامي وغير ذلك من الداخل والخارج، لكن مع ذلك إرادة الشعب لا يمكن أن تمثلها ولا أن تعبر عنها هذه الفئة القليلة جدا، أقلية غير محسوبة، وإنما تمثلها إرادة الأغلبية الشعبية. لكن دعونا نفكر بعقولنا كي نعود أمام هذه المسائل، يجب أن نحكم عقولنا، نتجرد من العواطف، نتجرد من كل شيء، ونتأمل المشهد كما هو بهدوء، ما نتخلعوا في الحضارية نتاعنا والسلمية نتاعنا والإنجاز اللي رانا دايرينه، ما يخلعونا كذلك الآخرين اللي يريدون أن يشيطنوا هذه الحركة. خلينا احنا نكونوا ناس حاطين عقولنا في روسنا ونفكروا بهدوء. هل كان واحد منا من العقلاء يتوهم بأن العصابة الحاكمة والمفسدين المستفيدين من وجودها في السلطة والمتورطين معها في ذبح الشعب الجزائري ونهب أمواله ومن وراء كل هذه العصابة المتعددة الأذرع فرنسا التي تعتبر الجزائر ملحقة فرنسية جنوب المتوسط، هل يمكن احنا كعقلاء نتوهم بأن هؤلاء المجرمين سيبقون يتفرجوا علينا ونحن نستعيد الجزائر من بين أيديهم والأحرار نتاعنا قاعدين يقطعوا في الرؤوس المدبرة لهم وأذرعهم المنفذة وتجفف في مصادر تمويلهم التي استنزفت ثروات الشعب الجزائري؟ هل يدور في خالد عاقل بأن هذه العصابة راح تبقى تتفرج فينا حتى نعودوا نبنوا الجزائر نحبوها ونعيشوا في الأمان؟ طبعا هذا مستحيل، هذا ما يفكر فيه، يعني لا يتوهمه إلا إنسان فاقد عقله، لأن هذه العصابة تعودت على مر العقود ماهيش سنوات على استعمال أجهزة الأمن
وقوة الجيش في قمع الأغلبية بالقوة وبالسلاح وبالذبح كلما طالبت بحقها المشروع ولو بطريقة سلمية. هذه الحقيقة اللي نعرفها. لكن ما دام هذه المرة قيادة الجيش الحالية رفضت قمع الحراك الشعبي بل وأعلنت الانحياز نتاعها للحراك وللشعب ولمطالب الشعب، فهذا الخيار خلاص، يعني إمكانية قمع الحراك وقمع الأغلبية الشعبية بقوة الجيش وبقوة أجهزة الأمن فقدتها. فهل نتصور بأنها ستتوقف عند هذا؟ لا، الحقيقة أثبتت بأنها لم تتوقف بعد فشلها في محاولة الانقلاب على القيادة العسكرية من أجل تعويضها بقيادة خائنة معادية للشعب لقمعه. بقى لها خيار واحد، هذا الخيار هو اختراق الحراك وتحريفه عن مساره السلمي من أجل توريط الجيش في مواجهة مع الشعب وتوفير الذريعة لتدوير القضية وتحويل الجزائر إلى عراق ثانية. هذا هو الآن المشروع، يعني مشروع تحريف الحراك الشعبي عن مساره الصحيح، هذا هو اللي راح سير الآن، وما زال قيد التنفيذ إلى هذه اللحظة وسيبقى رغم الفشل نتاعو إلى حد الآن، رغم الصعوبات التي تواجهه في الميدان. بفضل ماذا؟ أولا بفضل فطنة وتزايد الوعي لدى شريحة واسعة من الشعب الجزائري، خاصة ضمن الحراك. نقاش كبير حاصل داخل الحراك هو اللي نبه أغلب المشاركين في الحراك إلى المؤامرة التي تستهدف الحراك هذا من أجل تحريفه عن مساره، وبالتالي فطنة شريحة واسعة رغم وجود أقلية ما زالت ضايعة ومجموعة كذلك قليلة جدا من المرتزقة كذلك، رغم وجود هؤلاء ولكن الأغلبية الآن تفطنت لهذا المشروع الخبيث. ومن جهة أخرى كذلك انضباط ويقظة الأجهزة الأمنية من جهة وقيادة الجيش من جهة أخرى، كل هذا هو الذي أحبط كل المؤامرات التي حكت ضد هذا الحراك وضد هذا، مش الحراك فقط وإنما ضد هذا التحول الذي بدأت الجزائر تعرفه من أجل الخروج من الجزائر الفرنسية إلى جزائر الشهداء المستقلة. ولذلك ونحن على مشارف الجمعة 15 بعد غدوة يجب أن نكون جميعا على حذر من هذه المخططات والتي راها تتلون. هم راهم يجتهدون، راهم عندهم مراكز بحث، مراكز تحضير، مراكز تموين، ما مش كما احنا على نيتنا. فلازم نكون على حذر مما يخططه لنا أعداء الجزائر الحقيقيين، ونفشلوا المخطط نتاعهم في الجمعة القادمة أيضا. وبالعكس الجمعة القادمة سنريهم إن شاء الله بأن مخططهم فشل وبأن الشعب الجزائري متجه إلى شاطئ الأمان إن شاء الله. ولذلك أنا أنصح كل مواطن مخلص في رغبته في التخلص من هذه العصابة وفي التغيير الجذري السلمي في الجزائر
بالحذر وبالفطنة وبكل شيء، لكن وخصص النصيحة. بتجاوز عقدة الخصومة الزائفة مع العسكر، لأنهم الآن خلاص ما عادوا قادرين يديروا والو. الحاجة الوحيدة اللي راهم يصبوا فيها كل التركيز التضليل والتحريض والاستفزازات هي ضرب الجزائريين العسكريين بالمدنيين، حتى المتقاعدين، حتى الناس اللي ما همش في الجيش مستهدفين من أجل ضرب الجزائريين بعضهم. لماذا نقول هذا لأولادنا اللي انطبعت في أذهانهم فكرة خاطئة على علاقة العسكر بالمدنيين؟ عناصر الجيش والملحقات الأمنية من الجندي الاحتياطي إلى رتبة الفريق كلهم مواطنون جزائريون قبل أن يكونوا عسكر. لازم تحطوا هذه في رأسكم. يعني ما كانش جزائري ولد من كرشمو عسكري، واحد ولد من كرشمو مدني، باش يقعدوا يتنافسوا ويتخاصموا. وليس من حق أحد أن يزايد على أحد في وطنيته وفي حرصه على مصلحة شعبه ووطنه، إلا على أساس الولاء للجزائر. هنا الفرق كاين عسكر في 92 قيادة الجيش كانت خاينة، كانت تتآمر مع فرنسا على الشعب الجزائري. هنا احنا نعاديوها ماهوش لأنهم عسكر، نعاديوهم لأنهم ولو فرنسا على حساب الولاء للجزائر. نفس الشيء مدنيين، كاين مدنيين خونة مجرمين، نعاديهم مش لأنهم في فلان ولا في فاس ولا في الفيس، نعاديهم لأنهم خونة، لأنهم غدروا بالشعب الجزائري، تسببوا في ذبحه. فإذا هذا التصنيف الخبيث، حب نعطي هذه رسالة لأبنائنا اللي راهم مضلين ومجهلين تاريخهم. هذا التصنيف الخبيث بين العسكر والمدنيين هو في الحقيقة ليس وليد اليوم ولا وليد جيش التحرير ولا وليد الجيش الوطني الشعبي، وإنما هو جزء. أحفظوا عليه هذه يا أولاد الجزائر، هذا التصنيف هو جزء من سياسة الاستعمار الفرنسي، استعملتها فرنسا في وقت الثورة من أجل تكريس الفرقة بين الجزائريين وضرب الوحدة الوطنية للشعب الجزائري، وخاصة ضرب الثقة بين الشعب الجزائري وقيادة جيش التحرير، بل ضرب الثقة بين قيادات جيش التحرير الوطني. كل التصفيات اللي وقعت في قيادات جيش التحرير الوطني واللي اليوم احنا نخونوا في الناس على أساسها بدون أن نعرف حيثياتها ونعطوها في تفسيرات خاطئة، في الحقيقة هي نتيجة طبيعية ورياضية، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. لهذه الفكرة الخبيثة التي زرعتها فرنسا في رحم الثورة الجزائرية قبل أن تزرعها في الشعب. فخلقت لهم هذه القضية تاع التفريق بين المدني والعسكري في خدمة الجزائر. سبحان الله، أنا اللي راني نكلم فيكم، أنا الذي أكلمكم
سنة 1978 1978 قبلها 1977 كنت مدني، كنت طالب مدني عايش حياتي مدني مثلي مثل المدنيين الآخرين. دخلت للجيش 78 أصبحت عسكري، بقيت في الجيش 15 سنة. سنة 92 تمردت أنا على القيادة العسكرية وأنا عسكري، أنا يا عسكري كابيتان نقيب، تمردت على القيادة العسكرية وأنا داخل الجيش من أجل المدنيين. ودخلت للحبس مع المدنيين مش مع العسكر، وبقيت الناضل مع المدنيين منذ ذلك الوقت في كل المواقع إلى هذه اللحظة، ولم أشعر في أي لحظة من حياتي بأي تحول ولا تعارض في انتمائي الوطني بين صفتي العسكرية اللي كنت عليها ولا صفتي المدنية اللي أنا عليها. أنا جزائري كي كنت نقيب وجزائري كي راني درك، وكان ولائي للجزائر عندما كنت في الجيش وعندما راني مدني، وما زال ولائي للجزائر عندما كنت ضد القيادة العسكرية والآن عندما أنا مع القيادة العسكرية. فإذن أنا نعطيكم في تجربة تاع إنسان هاو أمامكم، ما وش يحكي لكم واحد آخر، ولا التجربة تاعي ما كانتش سرية. أنا من 92 واسمي في الفضاء في الهواء الطلق، ما كانش سر على النقيب شجاب، ما كان حتى واحد يحكي لكم السر علي انايا، حكايتي كلها معروفه عند الجميع. وبالتالي لست ادري من اين تسللت هذه الجرثومه الخبيثه الى وجدان اجيال جزائريه بريئه. شباب لا يعرفون شيء عن العسكر ولا عن الحياة العسكرية، سممتوهم الله يسممكم في هذا العشر الأواخر. شاب ما هوش عارف كوعه من بوعه في هذه القضية، لا يفهم شيء، تلقاه متخذ موقف من كل ما هو عسكري، حتى الصباط نتاع العسكر تاخذ منه موقف. يعني التطرف وصل إلى درجة غير معقولة. علاش؟ لأن السموم قاتلة، الدعايات الهدامة التي يروج لها بعض الناس الذين امتلأت قلوبهم حقد وحسد وأصبحوا أسرى لعقد نفسية مزمنة ستقتلهم، والله العظيم سيموتون بهذه العقد، يموت من الغصة. لماذا؟ لأنهم لن ينجحوا، ما يتمنونه لن يصلوا إليه، كانوا يتمنون منذ مدة أن يوقع صدام بين الجيش والشعب وتصرى محرقة، ربي يخذلهم. إذن العبرة يا إخواننا في الانتماء الوطني، يا أبنائي أنا نقول وراسي مرفوع وانا يا دائما نتحدى، ما لقيتش اللي يوقف لي. نقول لكم بصراحه انا مدرسه ميدانيه واقعيه، ماهوش بالفم ماهوش بالكلام، انا الكلام راني نقول لكم فيه باش نقول لكم التجربه تاعي فقط، اما اللي عاشوا معايا قرب مني هذا الكلام اللي راني نقول لكم فيه يعرفوه هما، ما يحتاجوش نقول لهم. العبرة يا إخواني يا أبنائي يا بناتي يا أخواتي الجزائريين والجزائريات، العبرة في الانتماء الوطني تكون بالولاء التام للجزائر المستقلة شعبا ووطنا وهوية ودولة بدون تجزئة. اللي يقول لكم بلي انا نوالي الشعب وما نواليش الدولة كذاب،
اللي يقول لكم باللي نوالي الدولة وما نواليش الشعب كذاب. اللي يقول لكم انا نوالي الدولة والشعب والجمهورية وما نواليش الهوية كذاب. واللي يقول لكم انا نوالي الشعب والهوية ولكن الفيدرالية والوطن كل واحد ووطنه كذاب. الوحيد الصادق في انتماء الوطني هو اللي يكون ولاء تام بدون تجزئة للجزائر الموحدة الواحدة شعبا ووطنا ودولة وهوية. أربع أشياء. اللي يخلب واحدة منهم كذاب في انتمائه للجزائر. وليس بأي اعتبار آخر. دوها من عندي أنا. وقابلوا بها ربي إذا حبيتوا. كون عسكري، كون مدني، كون رئيس جمهورية، ولا عامل نظافة، كون في الداخل، ولا في الخارج، كون دكتور في الذرة، ولا طلع للسماء، ولا خرق الأرض، ولا كون أمي ما تعرف لا تقرأ تكتب. هذه كلها ما عندها حتى اعتبار عندما يكون الانتماء للوطن في المحك. أنت جزائري بولائك للجزائر، لا بالشهادة نتاعك ولا بالمنصب نتاعك ولا بالرتبة نتاعك ولا بالمهنة نتاعك. اللي يبغي يدخلكم في هذا الإطار هذا تأكدوا من أنه عدو لكم فاحذروه. الشيء الوحيد الذي يحدث الفرق في انتمائك للجزائر هو ولاؤك للجزائر المنافي لولائك لأعدائها والمتربصين بها. ما كان حتى واحد يكذب عليكم يقول لكم أنا موالي للجزائر، أنا جزائري حر وقح وموالي لفرنسا. كذاب، ما تأمنوش. ولذلك فنحن يجب أن يكون موقفنا من جميع الجزائريين سواء كانوا قيادة في الجيش أو أبسط مواطن في الحراك الشعبي، لا فرق بين القايد صالح وآخر جزائري في الحراك يدور، ما كانش فرق بيناتهم إلا في هذا الإطار. من هو لولاء أكثر للجزائر بالفعل ليس بالقول؟ هذا هو. فنتمنى الجمعة هذه تكون جمعة إثبات وبصفة نهائية بأنه لا مكان للمتربصين في الجزائر في الحراك الشعبي. أنا مانيش من الناس الذين يتطفلون على الشيء اللي خطيهم. أنا راني بعيد على الجزائر. لو كان جيت داخل الجزائر لو كان راني في ساحة الشهداء ولا في ديدو جمرات ندور. مادام مانيش في الجزائر. ولاد الجزائر اللي راهم في الجزائر واللي راهم في الحراك وحتى اللي ما همش يشاركوا في الحراك لازم يخرجوا يشاركوا في الحراك ويكثروا سواد الأغلبية الشعبية المؤمنة بجزائر الشهداء حتى لا يرتفع صوت هذه الأقلية الخبيثة اللي في الحقيقة أثبتت قدرة عالية، رها مراكز توجيه عالمية مختصة في تفجير الشعوب وفي تخريب البلدان، هي اللي تمشي فيهم وتمول فيهم. وبالتالي هما رغم أقليتهم يظهروا بأنهم الأغلبية من قوة العياط والهالة الإعلامية والتركيز الإعلامي اللي موجود عليهم. ولذلك إن شاء الله الجمعة هذه تكون جمعة الأغلبية الشعبية، ما هي جمعة الأقلية بإذن الله. وهذا يحصل
عندما يتجند الجميع من أجل التواجد في الحراك بإذن الله تعالى يوم الجمعة. ما يهمنيش ديروها في ساحة الشهداء، يعني طبعا كاين أماكن فيها يعني فيها نوع من الاحتكاك، نحن نركز على الابتعاد عن الاحتكاك، ونأكد على أجهزة الأمن أن تقوم بالواجب نتاعها في الإطار السلمي اللي راها قائمة به، حتى يتواصل يستمر هذا الحراك بكل شروط نجاحه. لا نريد أي حاجة تفسد على هذا الحراك النجاح نتاعه، لكن نريد كثافة أكثر من طرف الأغلبية حتى يظهر الصوت نتاعها، وكذلك زيدوا نظموا رواحكم باش تظهروا أكثر. هذه بالنسبة لكلمتي بالنسبة للحركة. في نفس السياق نحن نعتبر، يعني أنا راني نتكلم، راني نتكلم باش نكون واضح، راني نتكلم باسم كل الإخوة اللي راهم يتصلوا بيا وباسم الأوفياء الثابتين على مبادئ وثوابت الجبهة ومقتضياتها، الجبهة الشعبية للهلال واليسار الفرنسية، الثابتين على المبادئ نتاعها واللي يتفقوا معايا في هذا الطرح. نحن لا نفرض طرحنا ولا آراءنا على أحد، ولو كان ماهمش الناس يطلبوا منا باش نتكلموا ما نتكلموش. وبالتالي أنا أتكلم باسم آلاف الجزائريين، أنا أعتذر حتى على الرد عليهم، أنا لا أستطيع أن أقرأ رسائل ولا شيء، لأن الرسائل بالآلاف وغير ذلك وما عادش ما فيها شيء. لكن الناس اللي يشاركوني فيه أنا أتكلم باسمهم، خاصة الثابتون من مناضلي الجبهة الشعبية لإنهاء الوصال الفرنسية على ثوابتها ومبادئها ومقتضياتها التي انطلقت بها من أول يوم. نحن كنت تقول نحن نتكلم على هذه الناس، نتابع في الوضع وعندنا مواقف كذلك. نحن نعتبر الرسالة الأخيرة لقيادة الجيش الوطني الشعبي، نعتبرها انتصار جديد للحراك الشعبي على المتآمرين على الجزائر، وهي في نظرنا آخر مسمار في نعش المتآمرين مع فرنسا على الحراك الشعبي. ولذلك أنا قلت مدبية الجمعة هذه القادمة تكون صفعة نهائية، يعني الضربة القاضية لفرنسا وعملائها نهائيا، يعني نقول لها بلسان الحال لا مكان لفرنسا ولا لمشاريعها في الجزائر. حتى المشاكل اللي بيناتنا كجزائريين نحلها فيما بيناتنا، لا نريد أي واحد يدبر علينا من خارج الجزائر، لا شرقي لا غربي. ولذلك احنا نعتبر هذه الرسالة آخر مسمار تدقوا قيادة الجيش في نعش فرنسا، وهي انتصار كبير للحراك الشعبي، حتى إذا كان لم يستوعبه كثير من الناس، لأن الأزمة معقدة جدا وكثير من الأمور لا يستوعبها الناس إلا بعد فترة، كثير من الأشياء الناس ما كانوش مستوعبينها الآن راهم مستوعبينها الحمد لله، وسيستوعبون كثير من الأمور في المستقبل. معليش كل واحد يأخذ وقته، المهم أن الناس تستوعب الأمور وتقتنع بها يعني بإرادتها، ما هوش تحت التضليل وتحت التحريض وتحت الهلوسة وتحت الاستفزاز، لا، نحن نريد أن يتأمل الناس ويناقشوا ويناظروا ويدافعوا على آرائهم حتى يوصلوا للحقيقة كاملة. لماذا نقول أن هذه الرسالة آخر مسمار في النعش المشروع الفرنسي؟ لأن الرسالة كانت واضحة في مضمونها وفي عنوانها كذلك الموجهة إليه، ولم تترك لأي جزائري مخلص حقيقة، مخلص للجزائر ليس لشيء آخر،
لم تترك له أي عذر في التخلف عن المساهمة الإيجابية في حل الأزمة في أقرب الأجل. ولذلك أنا نعطيكم نقطة هنايا، هذه الرسالة اعتبروها ميزان. شوفوا، ما كانش واحد فيه ريحة الوطنية، ريحة الوفاء للشعب الجزائري، ريحة حب المصلحة الجزائر، ما تلقوش يقف مع، يعني يثمن على الأقل يثمن هذه الرسالة. وكل من يعلن العداء لهذه الرسالة، شوف، تأكدوا بأنه حزامه ماهوش مشدود، راه مربوط، أكرمكم الله، مكي الكلب من رقبته عند فرنسا، ما في حتى كلام، ما يهمكمش واش اسمه واش توجهه ولا شيء. المخرج الآمن الوحيد هو الانتخابات الرئاسية التي ينظمها الشعب بسيادته كاملة، هذا مضمون الرسالة. مضمون الرسالة أن المخرج الآمن الوحيد هو الانتخابات وليس شيء آخر، لا مرحلة انتقالية ولا مجلس تأسيسي ولا فراغ دستوري. في كل محطة من هذه المحطات الخبيثة، الانتقالية، المجلس التأسيسي، الفراغ الدستوري، ذئاب فرنسا تترصدكم، تماسيح فرنسا تترصد الشعب الجزائري. المخرج الآمن الوحيد هو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجل. انتخابات ينظمها الشعب الجزائري بسيادته الكاملة، ما تدخل فيها لا الحكومة ولا واحد آخر. الوسيلة الجادة والفعالة لتوصلنا لإجراء الانتخابات ولتوفير الشروط اللازمة للانتخابات هي الحوار البناء الجاد من أجل توفير شروط إنجاح هذه الانتخابات في ظل الشرعية الدستورية. نتحاور من أجل إيجاد الحل، حوار بناء وحوار جاد وحوار مسؤول. والهدف من هذا الحوار ما هوش باش نتقاسموا الغنيمة، وإنما باش نوفروا الشروط لإنجاح انتخابات شرعية تعبر عن إرادة الشعب. الشعب هو اللي يقول، ماكش انت، لا كشخص ولا كفئة. هذا هو المضمون الرسالة كما فهمناه بناء على المتابعة نتاعنا المستمرة لتطور الأحداث ولخطاب القيادة العسكرية المرافق لها منذ انطلاق الحركة. وبهذه المناسبة أذكر بأننا احنا من زمان، من اللي كنا في إطار الجبهة الشعبية لنهار الوصالة الفرنسية، كنا دائما نتبنى هذا الطرح، قدمنا احنا مبادرات من أجل هذا الطرح. كل مبادراتنا هي من أجل إجراء انتخابات رئاسية تكون فيها الكلمة للأغلبية الشعبية. كل عملنا منذ 4 سنوات يصب هنا، ودرنا مبادرات كثيرة، واقترحنا مرارا تشكيل هيئة وطنية تعبر عن الأغلبية الشعبية الحقيقية لترشيح من تراه أهل الثقة عند الشعب من الكفاءات الوطنية. تحاورنا مع الطبقة السياسية من أجل تشكيل جبهة كذلك لتقديم مرشح توافقي يمثل التيار الوطني بكل أطيافه. بعد استقالة بوتفليقة اقترحنا كذلك الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي كمرشح للرئاسة، وطالبنا اعتماده من طرف الأغلبية من أجل قطع الطريق على الأقلية المطالبة بمرحلة انتقالية وبمجلس تأسيسي وبالفراغ الدستوري للالتفاف على حق الأغلبية الشعبية في السلطة. كل مبادراتنا كانت تصب في هذا الإطار من البداية.
لكن ما ربي ما سهلش فيها. الآن هاي وين الآن؟ ربما احنا ربي ما سهلناش في هذاك الوقت لأن الظروف والشروط نتاع النجاح ما كانش متوفرة، لكن الآن الحمد لله كل المؤشرات تؤكد بأن المخاوف التي دفعتنا لتبني الانتخابات كمخرج آمن ووحيد من الأزمة وتفرض على الجميع الشعور بالمسؤولية تجاه مستقبل الجزائر والتوجه إلى المخرج الآمن المضمون راها موجودة، يعني كان عندها أساس، لكن المفروض أنها تزول الآن. المفروض الآن كل العقبات راها في طريق الزوال، ولذلك فنحن نثمن دعوة قيادة الجيش للحوار من أجل توفير الشروط والضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، وندعو كل الإرادات المخلصة للتعاون على تحقيق ذلك في قرب الأجل. وهذا يعني الآن أصبح صدق النوايا على المحك، ولذلك إحنا كمناضلين أوفياء لثوابت الجبهة الشعبية لإنهاء الوصال الفرنسية ومقتضياتها اللي أعلناها للشعب الجزائري منذ 4 سنوات، نحن نعلن انخراطنا بكل ما نستطيع للمساهمة الإيجابية في تقريب وجهات النظر، تعميق مسار الثقة وتعميق مسار الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين السياسيين المخلصين للجزائر من أجل تحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني الذي يضمن استقرار مؤسسات الدولة ويحقق في ظل الشرعية الدستورية تطلعات الشعب الجزائري كاملة. هذا الشعب الذي عانى بما فيه الكفاية من مصادرة رأيه والمساومة على حقوقه السياسية، ليس من طرف السلطة فقط وإنما حتى من طرف هذه الطبقة السياسية والنخبة، يعني غش غش ظاهر، نخبة تغش وطنها تغش شعبها، ماشي غير السلطة اللي كانت تغش في الشعب، حتى كثير من النخبة اللي ما عايش في السلطة محسوبة على المجتمع المدني تخدم تحت الطاولة مع السلطة كانت طرف في مصادرة حق الشعب الجزائري في سيادته على الدولة وفي مصادرة حقوقه كلها. ولذلك احنا ندرك جيدا ان الوضع معقد، هذا الوضع المعقد الذي تسببت فيه السلطة، سلطة الوصاية الفرنسية اللي راها الى زوال ان شاء الله بعد قطع رؤوسها، هذه السلطة التي سممت الساحة السياسية ولغمت كل مؤسسات الدولة وعبثت بكل مكونات الشعب الجزائري ومقدراته البشرية والمادية، كل مقدراته الحيوية وإمكانيته الاقتصادية عبثت بها عبث رهيب. ولذلك حنايا نهيب بجميع القوى الحية في الجزائر أن تدرك خطورة المرحلة ومقتضياتها. هذه المرحلة أول ما تقتضي تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية، وهذا كررناه منذ 4 سنوات. لازم الناس تقتنع بأن أولوية الأولويات اليوم هي وضع قطار الجزائر على سكة الإصلاح السياسي المستدام وإلى الأبد إن شاء الله. ولازم نحط في بالنا بأن
الإصلاح السياسي هو مسار طويل يحتاج إلى صبر وتضحية وحنكة وحسن نوايا وفطنة وتسامح، حتى نجعل من الجزائر ما بعد الحراك نموذج مثالي إن شاء الله، نموذج مثالي في احترام سيادة الشعب وقدرته على بناء شرعية الحكم على أساس إرادة المواطنين الحرة إن شاء الله. في نفس الوقت نحذر ونشدد على أن نشدد التحذير والتنبيه إلى أن التمثيل السياسي الحقيقي لا يكون بالمحاصصة. التفاف على إرادة الشعب ليس بالقمع فقط، حتى بالمحاصصة، حتى بالتفاهم في الأقبياء وفي الجحور وفي الكواليس، بعيدا عن إرادة الشعب، بعيدا عن الشفافية. هذه المراحل الانتقالية هذه هي الغرض منها، غرض منها أن يتفق الذئاب على الشعب في الكواليس وفي الأقبياء. نحن ننبه إلى أن التمثيل السياسي الحقيقي لا يكون بالمحاصصة تحت ذريعة تغيير النظام. نحتاج إلى مرحلة انتقالية تكون فيها سلطة بالتعيين، كذب واضح ومراوغة مفضوحة. نحن نقول التمثيل السياسي لا يكون بالمحاصصة تحت أي مبرر، ولا يتم بتوزيع المناصب السياسية بالتعيين بعيد عن إرادة الشعب، لأن ذلك لا يؤكد إلا شيء واحد، هو محاولة الالتفاف على إرادة الشعب، لأن جوهر العملية الديمقراطية هي الانتخابات الحرة والنزيهة التي تعبر عن إرادة الشعب، تحدد بالضبط عن إرادة الأغلبية الشعبية ثاني. يعني الأقلية إلى ما عجباش الحال عليها أن تطالب حقوقها في إطار سيادة الأغلبية، ما عندهاش الحق باش تبتز الأغلبية باختلافها معها. ولذلك فإن كل محاولة لتجاوز الانتخابات أو الالتفاف عليها تحت أي مبرر ستثبت بما لا يدع مجال للشك افتقاد أصحاب هذه المشاريع وهذه المطالب، افتقادهم إلى أبسط قيم المدنية والمعاصرة التي يدعونها، كما تثبت بعدهم التام عن مفردات الديمقراطية الحقيقية التي يدعونها، وتؤكد حنينهم وارتباطهم الوثيق، حنينهم المزمن العشق إلى عهد الحصص التي كانت توزعها السلطة البائدة على شركائها في شكل حشيش، في شكل علف سياسي موسمي لتسمين كما يقولوا أحزاب المولاة والمعارضة المزيفة في نفس الوقت. ولذلك احنا نؤكد على ما يلي: اولا ضرورة وضع اطار قانوني في اطار هذه الرؤية، هذه في اطار هذه المقدمة نؤكد على ما يلي: اولا ضرورة وضع اطار واضح وقانوني ايضا لاجراء حوار وطني شفاف وفق جدول زمني محدد من اجل تجاوز حالة الانسداد السياسي غير المبررة إلى حد الآن. ثانيا، نحن نرحب بكل المبادرات التي تجمع أكبر قدر من القوى الوطنية والرسالية
المخلصة التي ترغب في تجاوز حالة الانسداد وتقدم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وتشكل أرضية نقاش لربح الوقت. كذلك الناس الذين يدركون أن المرحلة الحساسة التي نمر بها يمكن تجاوزها بالتركيز على القواسم المشتركة بين المخلصين وتثمين ما يوجد، يعني ما يوحد ويجمع ويحقق الحد الأدنى الممكن من التوافق الذي يسمح لقطار التغيير الجذري بالانطلاق الآمن والسلمي. نفس الشيء بالنسبة لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها. نؤكد على أهمية وضع الإطار العملي الذي يسمح بمناقشة تشكيل هذه اللجنة في إطار الحوار الوطني حتى يستعيد الشعب الثقة في المؤسسات التي ستشرف على الانتخابات التي تعبر عن إرادته الحقيقية، بعيدا عن التزوير وبعيدا عن سرقة أصواته ومصادرة إرادته. نفس الشيء في نفس الإطار نسجل ارتياحنا للجهد الذي تبذله السلطة القضائية في محاربة كل أشكال الفساد السياسي والاقتصادي. الحمد لله القضاة نتاعنا كانوا يتأمروا بالأمر، يقتلوا ويحيوا ويموتوا بالأوامر. الآن القاضي يضبط قائمة الناس اللي عنده ملفات عليهم ويستدعيهم للمحكمة، ما يهمه لا رتبتهم لا لا لا, لا, لا منصبهم. نحن نعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في أداء جهاز القضاء، مثل النقلة النوعية اللي وقعت في مهام الجيش الوطني الشعبي، لأن جهاز القضاء من الواضح أنه بدأ يتحرر من سيطرة النظام البائد. ونحن نقف كما وقفنا مع القيادة العسكرية ضد أعدائها لما انحازت للشعب، نقف وكنا نددنا من قبل بالمؤسسة العسكرية عندما وقفت ضد الشعب، ونددنا بالقضاء عندما وقف ضد الشعب. اليوم نقف صفا واحدا ودرعا نحمي قضاتنا وجهاز القضاء نتاعنا، نحميه ونقف معاه ونساندو ضد كل محاولة الابتزاز التي تمارسها الفئات الشريكة للخونة، وناهبي المال العام، أدعياء دولة القانون، أدعياء ديمقراطية، أدعياء حقوق الإنسان، خبثاء. بارح كان يقول لك القاضي على ما يديرش، اليوم القاضي حاكم في واحد يقول له تطلقوا، لازم تطلقوا، ما تحشموش، ما عندكمش في وجوهكم قطرة من الحياة. ولذلك نحن نأمل أن تستمر السلطة القضائية في أداء دورها الإيجابي والمحوري في مرافقة الانتقال الديمقراطي لبعض الطمأنينة في نفوس المواطنين الذين عانوا من سنوات الدوس على القانون وتوظيف القضاء لصالح العصابة، ونشد على أيديهم، اضربوا بقبضة من حديد على رؤوس الخونة وعلى رؤوس الفاسدين، لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة، ولا تعترفوا بأي كلب ينبح على أبواب العدالة من أجل إطلاق سراح الخونة والمفسدين والمجرمين. ما تستعرفوش بهم، وراكم شعب وراكم جيش وراكم دولة، دخلوا جدهم للحبس، حاسبوهم، وما تخافوا حتى من واحد. المهم نحن لا نطلب منكم أن تظلموا أحدا ولا أن تتعسفوا في حق أحد. نحن لا نقبل أن يظلم بريء، لكن هؤلاء الخبثاء الذين ثبتت خيانتهم وثبت نهبهم للمال وثبت فسادهم، عليكم بهم، لا تتركوا منهم أحد. وفي نفس السياق في هذا الإطار ننوه كذلك بالانضباط الذي تحل به أبناؤنا وإخواننا
في أجهزة الأمن والشرطة أثناء مرافقة الحراك الشعبي منذ بدايته ومساهمتهم الفعالة في إنجاحه والحفاظ على أمن المواطنين والممتلكات. نحن نسعد ونفتخر بكل جزائري في أي موقع كان يخدم الجزائر ويخدم الشعب الجزائري ويحرص على المصلحة نتاع الجزائر ويحمي المكتسبات نتاع الشعب ويحمي عرض الجزائريين. أنا ماذا بيا؟ أنا ماذا بيا؟ الشرطة لو كانت تلقى واحد تعدى على جزائرية في الطريق غير بالتحرش ترفد الدكو بالحبس، لأن عرض جزائرية هو من عرضنا، عرضنا. وبارك الله فيهم. الذي لا نريده هو الظلم، الظلم والتعسف لا نريده. ولذلك هاي هذه الفترة نتاع هذه الأسابيع 14 ولا 15 أسبوع ما شاء الله أثبتت أجهزة الأمن خاصة الشرطة بأنها قادرة على ضبط كل الأمور باحترافية عالية بشيء يعني مبهر. ولذلك نحن ننوه بهذا الانضباط وبهذا النجاح لشرطتنا، ونتمنى لهم مزيد من النجاح حتى تكتب أسماءهم بحروف من ذهب في سجل هذا التحول التاريخي للجزائر. وفي نفس الشيء نحن نستنكر المحاولات المغرضة من طرف فئة موجهة، لأننا يعني نحن عارفين بلي كثير من هذه المجموعات اللي قاعدة تدير في التشويش هذه مساكين، هما ضحية لمنظومة تربوية، ضحية لمنظومة ثقافية، ضحية لمنظومة دينية، ضحية لسلطة خائنة. ما نلومهمش، لكن احنا نريدو يعني ما عندك ما تدير، حتى ولدك لو كان يبغي يروح لحوف التهلوكة لازم تشدو حتى بالقوة. ولذلك نحن نستنكر المحاولات المغرضة من طرف فئة سواء موجهة أو مرتزقة، موجهة من طرف دوائر مشبوهة معادية للجزائر تستهدف أعوان الأمن وتستهدف الشرطة بشعارات استفزازية وعدوانية غير مسؤولة ولا مبررة. كيفاش بوليسي عنده 14 أسبوع وهو يتبع فيك؟ ذبانة ما قرصتكش، تقول له خاين انت في حق يعني، اما تطلع له على 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 العربات بتاع الشرطه وتكسر وتدير، والا 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 راه خاين. من الذي علمك هذا؟ ولادنا اللي راهم مضلين ماذا بينا يعقلوا باش ما يكونوش ضحيه، لان الجزائر ما عندهاش استعداد باش تخضع لابتزازها والخونه لانهم يستعملوا في ولادنا. لن نسمح لهم حتى ولو كانوا يستعملوا الأكباد نتاعنا من أجل أن يعودوا، فأنا نتركهم يعودوا. فإذا أولادنا لازم يتنبهوا ويفقوا، ما لازمش يكونوا عون للأعداء على بلادهم. نفس الشيء الخطابات هذه المتشنجة والدعوات للصدامية وتأجيج مشاعر الفرقة بين الجزائريين على أساس عنصري وعلى أساس جهوي، مما يخلق أجواء الخوف والريبة والرعب في أوساط المواطنين. نفس الشيء هذا المافيا اللي راهم خرجوا ولو يضربوا فيه، بأي حق أنت يتمنع جزائري باش يرفع صوته واش يحب؟ صار أنت 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 ترفع صوتك بشعارات لو كان يطبق عليك القانون تدخل بها للحبس. وهو اللي يرفع في شعار وطني انت يجي تضربه وتمنعه بالقوة، من تكون؟ انت فقط انت طعم، انت طعم من طرف اعداء الجزائر من أجل إشعال فتيل الحرب.
يعني انت كي تجيب تحب انت تمنعني باش ترفع شعر، واش تحوس؟ واش تحوس؟ تحوس نخضع لك ولا تحوس عليا نتحداك؟ تضربني نضربك، تقطع لي صعبي نقطع لك ذراعك، هذا واش تحوس؟ شكون مستفيد يا وليدي؟ مستفيد اللي راه يدفع فيك وانت ماكش فايق، هو العدو اللي باغي يذبحك يجرجر فيك كي الخروف للمجزرة. إذن هذه الأصوات الغير هذا الغربان هذو اللي راهم يحرضوا فيكم باش تولوا تستعملوا العنف ضد بعضاكم، هذو يريدون، هذو كانوا يحسبوا باللي الحراك راحين يوجهوه من أول يوم لمصلحتهم بطريقة سلمية، لما فشلوا الآن يريدون أن يحولوه إلى محرقة. فانتوما إذا كراكم جزائريين حرار ولا حرار حقيقة ما تعطوهمش هذه الفرصة يا خويا، حتى انت لك معترض ماكش متفق ارفع الشعار اللي تريده، لكن لا تعتدي على اخيك الجزائري حتى لو اختلفت معه. الناس كانت رافضه رايه ما عندها حتى علاقه بالجزائر، رافضتها في وسط الناس، كانش واحد دوس معاهم، كانش واحد فرض عليهم قال لهم ما ترفعوش رايه غير رايه الوطن، رغم ان من حقنا ان نقول لا رايه ترفع على رايه الجزائر، لكن من اجل الحفاظ على وحدتنا وترك هذه الامور مناقشتها لوقت الهدوء، الوقت اللي تكون عندنا اليات دوله قائمه على اراده الشعب، نتناقشوا مع بعضنا في هذه المسائل كل نعيد النظر فيها ونتناقشوا بكل هدوء، والحاجه اللي اتفقنا عليها نديروها، والحاجه اللي ما اتفقناش عليها نخلوها والسلام. هذا هو كيفاش الناس يعيشوا مع بعضهم كمواطنين. ماهوش نولي انا نتصالك حراك ابهر العالم نحب انا نحوله الى مجزره وفرح بروحي. إذن هذه الأصوات والخطابات التي تدعو إلى العنف، تدعو إلى الصدام، تدعو إلى الخوف، تدعو إلى التشكيك، هذه هي تريد أن تقول تدفع فئة من الجزائريين للتراجع عن حقوقها. واش استفدت أنت؟ ها خلاص منا علاش نضنا حنايا؟ لماذا ثار الشعب؟ إذا كان أنت يدير عليا شيكور في وسط الحراك، أنايا في وسط الحراك معاك ضد السلطة، دير أنت عليا شيكور داخل الحراك، ما لازمش نرفع أنايا راية ولا لافتة نطلب فيها الانتخاب، وأنت ترفع راية فيها المجلس التأسيسي وتفكيك الجيش. وين راها السلطة مسكينة؟ السلطة ما دارتش كيما هاد، هذه العصابة ما دارتش واش درت انت. فواش كيف انت كي توصل للحكم واش راح دير مال انت؟ انت ما وصلت للحكم لا والو، راك مازال تحتج في الشارع وتمنع جزائري باش يرفع لافتة يطلب فيها في الانتخابات. مالك يعود الحكم عندك وعندك الجيش وعندك الشرطة وعندك الدولة وعندك شرعية وكل شيء، واش راح تعمل؟ راح ترحم انت الشعب؟ رايح تخلي رحمة ربي في هذه البلاد؟ إذن ولادنا انتبهوا، نقيب شمشة راه يكلم فيكم ما راح يعطيكم ما راح يتعطوه، هذ الناس اللي راهم يدبروا لك في هذا الدباير عندهم حسابات معكم، في النهاية راح تخرجوا صفر اليدين، فردوا بالكم. هذه الدعوات دعوات العدوانية ضد مؤسسة الجيش، ضد المسار الانتخابي، ضد
الحالة الشرعية الدستورية هذه كل دعوات تندرج في إطار سعي قوى الثورة المضادة لتفجير الأوضاع والتستر على جرائم العصابة اللي راها في الحبس. هم يريدون نقل الصراع بين الشعب والجيش اللي راه يحاسب في العصابة. يعني نقول الجيش اللي راه أعطى ضمانات لمؤسسات الدولة باش تتحرك ضد العصابة. فلازم تشعر بهذه القضية. يريدون خلق نزاعات بين الحراك ومؤسسة الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي بالذات، لأنه مستهدف من طرف فرنسا، وفرنسا هي اللي وراء هذه الدعوات، لأن الجيش أثبت انحيازه المطلق لإرادة الشعب ووقوفه بجانبه بكل وضوح، وساهم في تحقيق معظم المطالب نتاعو بأقل ثمن. ولذلك هذه الدعوات ما هي إلا أسلوب ماكر وخبيث لإحداث الشرخ بين حركة الشعب ومؤسسة الجيش. ولذلك الواجب نتاعنا احنا هو إحباطها. خليكم الكلام الفارغ نتاعهم، قال لك لحاس الرونجاس، قال لك راه مع الفساد، هذا كله كلام فارغ. ما كان حتى واحد، أنا نقول لكم أنا النقيب شوشان، أنا ما كان حتى في واحد في هذا البلاطية كلهم بدون استثناء، بدون استثناء ما فيهمش واحد من هذا البلاطية هذو يقدر يرفض راسه ويقول أنا عارضت السلطة بشرف مثل النقيب شوشان. يكذب عليكم أي واحد، ولا واحد، كل كرشهم فيها التبن، كلهم ماكلين من عند السلطة. راه مغيب وقت الحراك هذا، حتى في وقت الحراك كانوا يتآمروا لتحت لتحت، كانوا يمشوا في الحراك ويتآمروا مع توفيق والسعيد. إذن خذوا بالنصيحة، احنا رانا نكلموا فيكم هاك. طولت عليكم ها، ما شاء الله. راني نكلم فيكم هكذا لاننا نحن واعون بان التغيير السياسي ما راحش يجي حتى بهذا الحراك وبهذا الشهور والاسابيع وحتى بانتخاب رئيس جمهورية. لانه كان جاء الامر كما هكذا لو كان ما دخلناش فيه اصلا. حنايا مقتنعون تماما بأن التغيير السياسي الحقيقي في الجزائر يحتاج إلى صبر، صبر أيوب أكثر من صبر أيوب، وطول نفس أكثر من نفس سيدنا يونس في بطن الحوت، ويتطلب وضوح الرؤية اللي تخليك تشوف 4 سنين قدام. نقيب شوشان شلاك تقول تشوفوا فيه الآن، قال لكم 4 سنين، منذ 4 سنين قال لكم ها واش راه كاين. احنا على بالنا بهذا الشيء. ونفس الشيء هذا الأمر يتطلب قوة في الطرح. الكلام اللي راه يقول لكم فيه نقيب شوشان، نقيب شوشان ما عنده لا حزب لا آلية لا والو. رانا نخاطبوا فيكم كمواطنين جزائريين. الطرح نتاعنا نتحدوا به أي واحد. كلمة قالها النقيب شوشان سنة 2015 ما كان حتى واحد يمن بها. تكلمنا حتى مع مجاهدين، تكلمنا مع زروال، مع محمد صالح عياوي، مع قوجيل، مع محمد طالب الإبراهيمي، كلهم كيكلمناهم على فكرة إنهاء الوسائل الفرنسية، قلنا واش راكم تقولوا. حتى المؤرخون والأساتذة اللي راهم يتكلموا اليوم عليها كيكلمناهم قال بارك الله فيكم ولكن هذا الأمر راه ماهوش سهل. الله يعينكم. وبالتالي الطرح نتاعنا احنا مبني على اساس صحيح، ما تمنوش به اليوم تمنوا به غدوه. احنا نتمناو يعني المؤشرات والادله اللي تدل باننا ننصح فيكم باخلاص وبصدق وبعلم كذلك
ماناش نلعبوا فيكم على وجوهكم بدون دليل. نتمنى هذا الشيء يساعدكم باش تختصروا الوقت فقط، والا احنا متاكدين الطرح نتاعنا رايحين تقتنعوا بها اليوم او غدا، ولذلك ماناش متقلقين عليه، ومدركين ان هذا الامر يتطلب وقت. كما يتطلب كذلك معرفة دقيقة بالأولويات وإدراك التحديات وتحديات المجتمع الدولي المتربص بالجزائر والوضع المضطرب المحيط بنا في المنطقة، الوضع الأمني. لكن مع كل ذلك نحن واثقون بعناية الله بالجزائر الشهداء، واثقون كذلك من قدرة الشعب الجزائري، قدرة شعبنا اللي احنا منه. حنا كي نتكلموا على الشعب الجزائري نعتبره كل واحد من المواطنين نتاعو كيما احنا، ما عليش واحد صغير علينا واحد كبير علينا، بصح في النهايه احنا نعتبره كاع الجزائريين كيفنا. وما دام احنا واثقين من انفسنا باللي نقدروا نديروا، واثقين من ان الشعب الجزائري كله قادر ان شاء الله يتجاوز هذه المحنه كما تجاوزها من المحن باذن الله وتوفيقه. هذه الكلمة نتاعي خاصة بالنسبة لي، يعني وضعكم في الصورة من ناحية الجماعة هذه. الجماعة هذه إن شاء الله ماذا بينا تعكس صفحة على الخد الأيمن لفرنسا، إن شاء الله الجماعة اللي بعدها نزيدها صفحة واحدة أخيرة على الجوجة اليسار بإعلان قطار الحل بإذن الله. صح سيدي انا طولت عليكم، ولكن كاين اسئله رايح نجيب على ثلاث اسئله ونخليكم تروحوا، اللي بغى يروح يزيد يصلي، ولا اللي بغى يروح يتسحر، ولا اللي بغى يروح يرتاح. سامحوني. القضيه السؤال الاول، كاين قال باللي انك انت يا رب قلت على الحراك الشعبي سميتهم الغلمان والجواري وغير ذلك. شوف اوليدي، انا قضيه الغلمان والجواري هذه كنت نقول فيها عندي 15 عام. الغلمان والجواري نتاع التوفيق، هذه المصطلح نتاع النقيب شوشان كان يقول فيه منذ 15 سنه. ولذلك اللي راهم يحاولوا باش يوهموكم بان النقيب شوشان هذا المصطلح قالوا على الشباب تاع الحراك ولا على الطلبه بصفه عامه، هذا انسان راهو حاب يلعب لكم بروسكم كما راه يدير، راهو موالف يلعب بروسكم وحاب يلعب لكم بروسكم. النقيب شوشان يتكلم على الغلمان والجواري نتاع توفيق ويعرفهم بالاسم. هذا الناس صحيح هما اللي راني نمشوا فيكم. الغلمان والجواري نتاع توفيق هما اللي راهم يمشوا في هذا الشباب اللي راه يدير في لافتات معاديه للجيش ويطرب في الفراغ الدستوري، والان راهم يحرض فيهم باش يديروا شواكر على القضاء. يعني طلبه جامعيين، سمعوني مليح، طلبه جامعيين احنا نحضروا فيهم، الشعب الجزائري يخسر عليهم من الخزينة العمومية من الدم فادو باش يقراو باش يولوا هما اللي رايحين يحافظوا على العدل، هما اللي رايحين يحافظوا على النظام، هما اللي رايحين يبنوا الدولة. واش يديروا؟ يروحوا للعدالة يسركلوا المحكمة من أجل إطلاق سراح سرق. شكون هذا اللي يعني كفاه يعني؟ وش من سحر عنده هذا؟ واش من سحر استعملوا هذا الخبيث هذا حتى يقنع طلبة جامعيين يروحوا يحاصروا المحكمة من أجل إطلاق سراح سارق خاين خبيث مقتات على الدم نتاع الجزائر؟ إذا يا ولادي الغلمان والجواري هذه النفيق بشوشان قالها على ناس قبل ما تزيدوا أنتم، فما كان لا يعمروا لكم رؤوسكم ويقولوا لكم النقيب شوشان والحراك وما حراك.
الحراك هذا لو كان ماهوش النقيب شوشان قاعد يعيط منذ 25 سنة، لو كان واحد ما سمع به، ما كان حتى واحد يعرف العصابة هذه، ما كان حتى واحد كان يعرف توفيق، ما كان حتى واحد كان يعرف العلاقة بين توفيق وبوتفليقة. نقيب شوشان هو اللي وعى الناس بهذه القضية، فكيفاش أنا 30 سنة وأنا نندب باش الناس يفهموا هذه الحقيقة، ومن بعد كي الناس يخرجوا باش يعبروا عليها نجي ضدهم أنا؟ هذا كلام فارغ. وهذا الخبثاء راهم الآن خلاص ما بقى لهم حتى حاجة، حاولوا مع الشعب ما قدروش، حاولوا مع الطلبة ما قدروش، الآن راهم بداو يجبدوا في الفيديوهات اللي قدم اللي كان النقيب جوجان نقيب جوجان والنقيب حاسين يتكلموا فيها على القيادة العسكرية الخائنة، راهم عاد يجبدوا فيهم يعني درك، ولا حشاكم وحشا قدركم، ولا يقودوا للقيادة الجديدة بعد ما كانوا يطالبوا في الولاد باش يسبوها ويطعنوا فيها. احنا قلنا الحمام طار، وعلاقة النقيب شوشان بالشعب بدات كي كان الشعب يتذبح بالموز. واللي زايد على النقيب شوشان في موقفه تجاه الشعب الجزائري مازال ما جابتوش امه، وانا قلت لكم كم من مره كي تلقى واحد يزايد على النقيب شوشان في وطنيته ولا في خلاصه للجزائر ولا في خلاصه للشعب الجزائري، اعرفوه خبيث من خبيث، ما تسولوا لا اسمه لا على عائلته لا على دينه لا على ملته. فالغلمان والجواري تعرفوا شكون هما؟ هم اللي راهم اليوم يطالبوا في القضاء باش يطلق الويزا حنون. شفتوا الخبثاء؟ يعني كانوا مع الحراك في نفس الوقت، هذه الويزا حنون كانت تقعد مع المعارضة باش يتناقشوا باش يمثلوا الحراك، وهي في نفس الوقت تقعد مع السعيد بوتفليقة ومع توفوق باش يتآمروا باش يديروا السعيد باي قائد أركان ويعطوه الأمر يمحي الحراك هذا. اليوم 10 أحزاب، هاد 10 أحزاب اللي راها تسوق فيكم هي هما الغلمان والجواري، وبالتالي اللي ماهوش حاب يكون من الغلمان والجواري يبعد على هذا الوباء، يبعد على هذه الزريبة الموبوءة بالخيانة. الأحزاب التي تطالب بإطلاق سراح ربراب، الأحزاب والعباد الذين يطالبون بإطلاق سراح ربراب وحداد والخونة اللي سرقوا أموال الشعب الجزائري ويطالبوا بإطلاق حنون وتوفيق يموتوا في الحبس، يموتوا على أرواحهم، إذا جاهم الأجل ثم يموتوا لازم يخلصوا. واش داروا؟ احنا ما نقولوش قتلوهم، نقولوا حاكموهم، لكن باش تتذرعوا بالمرض نتاعهم ولا بكذا باش يخرجوا من الحبس ما كانش. احزاب اللي راها تطالب باش يطلقوا هؤلاء الناس، انا ننصح اي جزائري فيه ذره من الكرامه ان يستقيل منها ويدير له حزب اخر. هذه ماهيش احزاب، هذه اجهزه نتاع تجسس واجهزه استعمار. نفس الشيء باغيين يديروه على الموت نتاع 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 فخار. فخار انسان عنصري تسبب في مقتل مئات وتسبب في ناس راهم بالحبس والعصابه طلقته، دخل بموجب القانون للحبس، توفى ماناش عارفين كيفاش توفى. القضاء واجهزه الامن تحقق في القضيه نتاعو وتقول للراي العام كيفاش مات، والسلام منه من الناس، ماهوش هو انسان. هذه الحقوق الانسان الخبثاء ما تمنوشهم، ما تمنوهمش، هذو حقوق الانسان الاوروبي، حقوق الخونه مش حقوق الانسان. الانسان الجزائري عمرهم ما وقفوا مع الانسان الجزائري. فاذا احنا هذه المسائل، لويزا حنون، فخار،
توفيق بالنسبة لنا القضاء الآن ولاد الجزائر قضاة راهم أحرار في معالجة هذه الملفات يحكموا عليهم بموجب القانون، وما كان حتى واحد عنده الحق يتدخل في هذه القضية، واللي يتدخل بالنسبة لنا إنسان معادي لمسار التغيير ومسار إسقاط العصابة. الغلمان والجواري النقيب شوشان قالها منذ 15 سنة وسيبقى يقولها على كل من يضع نفسه عبدا مملوكا تحت هذه العصابة التي استباحت دم جفن الشعب الجزائري وأمواله وأعراضه. وما كان حتى واحد يبتزنا، واحد يقول لك علاش تسموه خونة، واحد يقول لك علاش تقولوا غلمان، واحد يقول لا لا نقول لهم سياد. ناس متورطين للخيانة إلى رقابهم، متسبين في قتل الجزائريين، في ضياع البلاد، في ضياع الهوية، في ضياع كل شيء. كي نقولوا لهم خونة يقول لك علاش تخون في الناس. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الخاين نقول له خاين، والمخلص نقول له مخلص. ما كان حتى واحد راه يسلك فينا ولا داير معانا احنا يا صفقة. باش خاين ما نقول له خاين، علاش ما نقولوش خاين؟ صار الرجالة اللي فجرت ثورة التحرير في الفتح من نوفمبر كانوا قيادات جيش التحرير، تم قتلهم، وصفهم بالخيانة ظلما وعدوانا، وكان ما جاتش الرجالة رفعت عليهم الضيم. واليوم الخونة والحركة حابين ياكلونا. إذا يا ولادي غلمان جواري قلتها على ناس قبل ما تزيدوا أنتم، فكان الله يهفوكم ويدخل لكم شعبان في رمضان ويحرشكم على النقيب شوشان. وحتى لا حرشكم انا ما عندكم ما تقدر ديروا لي. نقيب شوشان ما عنده حتى مصلحه في اصوات الشعب الجزائري، ما هو باغي لا يترشح لا مير لا رئيس ولا حتى مستغني على رضا الناس. انا نرضى الله سبحانه وتعالى فقط، لكن انا نحب الخير للجزائر كلها، بالشباب نتاعها، بالشيب نتاعها، بالنساء نتاعها، بالرجال نتاعها، فقط حب لكم الخير فقط. ما نطلب منكم والو وما نحتاجش منكم التأييد. انا باش نتفاهموا مليح يعني، باش تكونوا عارفين هنا كي نتكلم معاكم مانيش انا راضي فيكم. كي نقول لكم انا مانيش عاني الشباب هذو لانني عارف باللي راهم ضحيه، راني نعني الناس اللي موالف. نقول لهم جواري والغلمان روحوا فيديوهات نقيب شوشان منذ 15 سنة تلقاهم الجواري والغلمان نتاع توفيق. وانتهينا من هذا الموضوع نتاع هذا السؤال اللي طرحوه كثير من الإخوة، لموني كذلك بعض الإخوة لموني. على كل حال فجأت الفرصة باش نجاوب مادام تطرح السؤال. السؤال الأخير كما قلت، أنا يقول الأحزاب هذه والشخصيات، حتى فرنسا راه طالب باطلاق سراح لويزا حنون. نحن نقول ليس من حق احد ان يطلق سراح انسان متهم من طرف العداله الجزائريه. اذا كان باش يطلقوا الناس اللي راهم محبوسين، حكم عليهم في المحاكم الخاصه منذ 25 سنه يا واحد الكلاب، المدعين لحقوق الدفاع عن حقوق الانسان يا خبثاء، ناس ابرياء ما أذوش ذبانة، كانوا ضحية لأزمة وطنية تورطت فيها كل الناس. راهم عندهم 25، عندهم 27 سنة في الحبس، ما وقفتوش معاهم يا خبثاء، وجايين تبكوا على الوزع حنون اللي الإدانة ثابتة عليها بالتآمر مع الأجانب على قيادة الجيش الوطني الشعبي والتعامل حتى على الحراك. الناس هذو انا يا شخصيا ما عدتش نستعرف حتى بمناضل في هذه الاحزاب. واحد ما يقول لي مناضل في حزب من هذه الاحزاب اللي دارت نفس الشيء، مثل الناس اللي داروا بيتيسيون للنزار، واحد من ما يجي يقول لي انا يا شخصيه ولا كذا، نفوت عليه بالرونجاس، نفوت عليه بالصباط نتاع العسكر.
نتاعي مش تاع القايد صالح. خبثاء، دم 4 مليون جزائري رديتوه، ما قاعدين تتكلموا على الحقوق؟ سؤال اخير، قضيه الجبهه، قال لك لماذا الجبهه الشعبيه جمدتوها واحنا اخوه كثيرين يشتكون من قضيه تجميد الجبهه الشعبيه وكفاه الى غير ذلك. شوفوا يا شباب، الجبهه الشعبيه هذه احنا اللي درناها، مش هي اللي دارتنا. هذه فكره انا اللي اطلقتها، تبناها الشعب الجزائري. لماذا اطلقتها انايا؟ مش باش نحتكرها، اطلقتها باش يتبناها الشعب الجزائري. تبنتها مجموعه من الاحرار بارك الله فيهم، مشات في الشعب الجزائري الحمد لله. في 2015 كانوا الناس قاع هاربين منها، واحد ما كانت عنده الشجاعه باش يرفع صوته. اليوم او الشعب الجزائري متبنيها، الحراك خرج الحراك تاع الشعب الجزائري كله هو يرفع الوصاية، انهاء الوصاية الفرنسية. فلماذا نحتكرها نحن؟ احنا باش ما تبقاش هذا الشعار وهذه الفكرة محتكرة من طرف المنظومة اللي اعلنا عليها، اللي هي منظومة الجبهة الشعبية للوصاية الفرنسية. وما دام خرج الحراك ما عادش فيه كلام على الفئوية، خلاص احنا قلنا نجمدوها ونشوف واش يصرى. الحمد لله الحراك مشى ونجح، إذن الهدف نتاع الجبهه تحقق على صعيد التوعيه وعلى صعيد المطلب. كل الشعب الجزائري، قياده الجيش الان، كل الجزائر كلها الان تطالب. الاسبوع الماضي برك كانت كاينه ندوه لاول مره في تاريخ الجزائر، ملي استقلت الجزائر اليوم لاول مره ندوه في التلفزيون من اجل انهاء، قال لك فك الارتباط، تكلمنا احنا قلنا لهم انهاء الوصايه، وعن قريب نديروا ندوه لانهاء من اجل انهاء الوصايه الفرنسيه في الجزائر في التلفزيون. اذا احنا الهدف اللي اطلقنا من اجله هذه الفكره تحقق. الان احنا قلنا بان هذه الجبهه ليست حزب، لكن الآن بعد ما أصبحت الجزائر مقبلة على تحول جديد بدون وصاية فرنسية، احنا لازم نفكر في تطوير هذه الفكرة من فكرة التوعية اللي أصبحت عامة عند الشعب الجزائري، ونقدر نقول بكل فخر رايحة تتأسس على أساسها الجزائر الجديدة، لأنها ستكون جزائر الجزائريين بدون وصاية. الحمد لله هذا هو هدفنا، لكن من أجل الحفاظ على الفكرة والدفاع عليها في إطار القوانين والأنظمة للجزائر الجديدة، للجزائر المستقلة، احنا رانا في طور التأسيس لحزب سياسي. حزب سياسي سيعبر، أولا سيكون قائما على ثوابت ومقتضيات الجبهة الشعبية لإنهاء الوصاية الفرنسية كفكرة وليس كهدف، لكن تجسيد هذه الفكرة على الوجه الذي نراه نحن، لأنه كاين قاسم مشترك نراه كلنا الآن، كل الناس مقتنعة به، لكن على الوجه الذي نراه نحن الأمثل، احنا ما نقدروش نفرضوا على الشعب الجزائري ولا حتى الأغلبية نتاعو باش تتبنى كل التفاصيل القراءة نتاعنا والرؤية نتاعنا للقضية. إذا احنا سنعلن عن قريب في خلال أسبوعين إن شاء الله، هذا هو يكون الحوار من أجل يعني التحضير للانتخابات الرئاسية انطلق. احنا سنعلن عن تأسيس الحزب اللي وعدناكم به، وهذا الحزب راح يكون قائم على أصول الجبهة الشعبية لنهار الشرف الفرنسية، ولكنه ما راحش يكون شعبوي، راح يكون حزب قائم على الأصول الصحيحة. احنا لا لن نمارس الشعوذة السياسية،
نحن نمارس السياسة. ممارسة السياسة مسؤولية كبيرة. احنا ما راحش نكونوا كما لا فلان ولا كما لا رندي ولا كما لا ففاس ولا كما الفيس. لا، نحن نكون راح نكونوا حزب سياسي نقدم الرؤية نتاعنا الواضحة. الآن نقدم الرؤية الواضحة للرأي العام. إذا كان الشعب الجزائري أغلبيته اقتنعت بفكرتنا ووضعت الثقة نتاعها في رجالنا وانضمت إلينا، فذلك ما كنا نبغي. شفت شيء آخر، احنا نناضل حتى ولو كان كنا 10 من الناس في إطار حزب قائم على أساس صحيح. فلذلك مناضلي الجبهة الشعبية لإنهاء الوصال الفرنسية، الثابتين على مبادئها الأصلية والملتزمين بمقتضياتها، هؤلاء عندما نعلن على هذا الحزب راح نعلن على كل شيء. وهم أحرار، لأنه يعني كاين ناس تكلموا قالوا بلي كاين ناس مناضلين الجبهة راهم دايرين أحزاب ودايرين منظمات ودايرين، حنا ما يهمناش، حنا ما درناش الجبهة باش نفرض الوصاية نتاعنا على الآخرين. حنا أعلنا على هذه الفكرة من أجل يتبناها الجزائريون بكل حرية، ماهوش باش نفرض الوصاية نتاعنا، بل بالعكس قلنا كل المناضلين نتاع الأحزاب من حقهم أن ينتموا إلى الجبهة الشعبية الفرنسية وفي نفس الوقت يحتفظوا بانتمائهم الحزبي. وبالتالي ما عندنا حتى عقدة من المناضلين اللي كانوا في الجبهة وحبوا يديروا أحزاب على روحهم، حبوا يديروا منظمات، حبوا يديروا واش يحبوا، الله يسهل عليهم. لكن احنا ثابتون على الأصل لأننا احنا أصحاب الفكرة، نحن الذين نعرفها. راح نعلنوا على الحزب نتاعنا في خلال اسبوعين ثلاث اسابيع على اكبر تقدير، ونفتح المجال للانخراط فيه بطريقه نظاميه، ونحضروا لعقد المؤتمر نتاعو بطريقه عاديه وفي اطار التحضير للانتخابات واعتماد الاحزاب. الى شفنا باللي الضروره تتطلب باننا يعني ناخذ الاعتماد ما عاد الان، ما دام الان الحمد لله سلطه الشعب اصبحت هي السلطه الفعليه، فاذا نطلب الاعتماد نتاع الحزب نتاعنا ونشتغل مثلنا مثل الاحزاب الاخرى وننافسها في الميدان بمشروعنا وبرجالنا. دار فينا الشعب الجزائري الثقه، مرحبتين وسهلتين. ما دارش فينا الثقه، نحن نناضل من اجل القضيه، ماهوش باش نديروا الانصار والاتباع. اذا هذه القضيه ما لازمش يدخلكم فيها اي التباس ولا شيء. الجبهه الشعبيه كانت مرحله على صعيد العنوان. في المستقبل القريب سنطورها الى حزب سياسي. الناس اللي بغاو يلتزموا معنا التزام حزبي يتفضلوا، اللي بغاو يشوفوا الارواح محل اخر الله يعاونهم. الانتماء للجبهة ما هوش حكر حتى على واحد، قلناها من البداية، اي جزائري يتبنى ثوابت الجبهة ومقتضياتها من حقه ان يرفع عقيرته ويقول انا مناضل في الجبهة، ما يحتاج الاذن حتى من واحد. الإنسان اللي يخالف المقتضيات والثوابت حتى لو كان النقيب شوشان صاحب الفكرة الأول، نخالفها ما عندوش الحق باش يحل فمه ويقول أنا من الجبهة. هذا من البداية اتفقنا عليه، وهو اللي راح يكون ساري المفعولة للجميع. الناس اللي عندهم رغبة في مواصلة النضال في إطار الجبهة الشعبية
مرحبا وسهلا بهم في الحزب، الاسم نتاعو راه حاضر الحمد لله جاهز، وكثير من الامور من الاجراءات يعني التحضيريه راها يعني على قدم وساق، لكن ما راحش نعلن على الاسم نتاعو الا بعد ما يعني ننتهي من التحضيرات باذن الله. نظن طولت عليكم كثير، ولكن احنا رانا نكلمكم مره في الاسبوع ولا مره في العشر ايام من الان، فصاعدا راح نكلمكم كل اربعاء، لكن بكل تاكيد المداخلات القادمه راح تكون قصيره ان شاء الله. ربي يحفظكم ويوفقنا واياكم للخير، وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال، ويجعل هذه الجلسه ان شاء الله في ميزان حسناتكم، صحة سحوركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.